السؤال اللي جاي سؤال حلو، اللي هيستعجل قوي هيجاوب غلط. سرعة البديهة، والسؤال هو كم عدد درجات السلم بالصورة؟ إجابتك 14. صح. عجبني قوي. صح. انت عارفه فرق صح دي هي ايه؟ هي الثانيه، يعني هي بتدوس على البازر وبتقول 14 وانت بتقول لها صح. تمام. هي دي سرعه البديهة. برافو عليك اسماء، فعلا 14 وفعلا 9.10 نقط. اجابه صحيحه. النتيجه زي ما انتم شايفين كده متكافئه، 50-50 تعادل ما بين بدر الثانويه بنات البحيره وطارق ابن زياد شبرا القاهره. هنخرج فاصل وهنرجع.